يقول من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام هل يجب عليه أن يتصدق وهل يجوز أن يخبر أحدا بذلك؟ الصدقة لا يجب عليه أن يتصدق، وأما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه إنما تحصل لمن يعرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه بأوصاف الرسول فهي رؤيا حق. وأما مجرد أنه يقول أنا الرسول يمكن أنه شيطان يقول أنا الرسول، ما يصلح إلا إذا كان يعرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم التي تفرقه عن غيره، هذه رؤيا حق. نعم.